بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب. هناك سؤال مقدم من الأخ أبو محمد العبادي، يقول: هل إن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام هي من عند الله؟ ما الدليل عليها؟ وما مصير من لم يؤمن بها؟ عدد من الأخوة الأعزاء الأصدقاء قد أجابوا على هذا السؤال، وقبل أن أقرأ أجوبتهم القيمة أود أن أقول أن ولاية علي ماذا تعني. قبل أن نقول أن هذه من عند الله أو مو من عند الله، الولاية يعني بها بعد سياسي، اتباع الحاكم، اتباع الإمام، الخضوع له، هو الولي أو الوالي والولاية، ولاية الإمام. وهناك أمور أخرى تتعلق بأهل البيت وبالإمام علي عليه السلام، منها حب الإمام لأنه كان شخصية فذة وتلميذ عظيم للرسول الأعظم كبقية تلامذته أو أرقى منهم وأكثر التزاماً، وإمام عادل كان ساوى بين المسلمين في الرواتب وفي الكذا، وكان أيضا بالمصطلح الحديث كان ديمقراطيا، لم يأتي للسلطة بالقوة بالانقلاب العسكري، ولم يقبل أن يستخدم القوة والعنف ضد المعارضة، أعطاهم حرية الكلام والاعتراض والتظاهر حتى ضده. كان يظاهرون ضد إمام علي في مسجد الكوفة، وقال إن الخوارج إن لهم علينا ثلاثة حقوق، ألا نمنعهم مساجد الله، وكانوا يجون يتكلمون ضد الإمام في المسجد ويظهرون ضده حتى في الصلاة، يقرؤون آيات قرآنية ضد الإمام علي، وأيضا ألا نمنع عنهم الفيء، ما نقطع رواتبهم، مو بس خالفونا سياسيا نجي نقطع رواتبهم، وألا نبدأهم بقتال، إحنا مسالمين معاهم، إذا بدأونا يمكن نحاربهم بس إحنا ما نبدأ. شوفوا هذه أسس الديمقراطية الحديثة، أن تجي للسلطة أنت بصورة سلمية، وأيضا تلتزم بالقانون تجاه المعارضة، ما تعتقل أحد، ما ترشي أحد، ما تستخدم أموال الدولة لشراء الناس، ولا تعتقل أحد ولا تقتل أحد كما نصحوا الإمام. بعض الناس شافوا المعارضة قاعدة تتسع، فقالوا له: تعال استخدم شوي، اعتقل لك كم واحد، اقتل لك كم واحد، حتى الناس يخافون ويخضعون لك. الإمام قال: لا أبدا، أنا ما أسوي هذا الشيء. فكان رمزا للعدالة والشورى والديمقراطية. يعني أنت من تقرأ تاريخ هذا الإمام، إذا كنت إنسان سوي راح تحب هذا الإمام وتواليه وتحبه. أما معنى الولاء السياسي الآن كحاكم، هو طبعا مو موجود حتى يحكمنا، فما بها المعنى هذا. هي من عند الله أو مو من عند الله، هذا في نقاش قديم يعني بين الإمامية وبين غيرهم، أنه الإمام علي كان منصب من الله أو لم يكن منصب، سواء كان منصب أو غير منصب ما في أثر اليوم لهذا الجدل العقيم. ومن لم يؤمن بهذا الإمام، مثلا فقد تعلم الإسلام، قرأ القرآن من الأول لآخر، ما في اسم علي بن أبي طالب إلا بتأويل تعسفي، بعض الناس يسوون يعني بالقوة يردون يجيبون الكلام، بس واحد لو قرأ ظاهر القرآن لا يجد فيه شيء يشير إلى هذا، لو لم يدرس التاريخ ولم يقرأ التاريخ ولم يعرف الإمام علي أصلا، فهل في دينه إشكال أم لا؟ طبعا لا، لأنه هو كما نقرأ القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أول سورة البقرة، دائما أنا أقرأ هذه الآيات ومع الأسف الناس ينسوها. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فيروحوا للجنة إن شاء الله، لا فيها علي ولا فيها عمر ولا أبو بكر ولا أي واحد آخر. فهذه أمور تاريخية سياسية فكرية، يعني لا تخلو من فائدة إذا واحد قرأ التاريخ ويستفيد من النماذج، من الإمام حسين، من الإمام علي، من أئمة آخرين، حكام آخرين قد يكونون نماذج في العدل وفي المساواة.
كما يقرأ أي تاريخ أي مكان، بس هذا مو من الدين. يعني أنه نؤمن أنه إذا واحد ما جاب الولاية فراح يكون دينه في إشكال، كما أنا كنت أعتقد قبل 40 سنة مثلا، كنت أعتقد وكتبت كتابا تحت هذا العنوان 10 - 1 = 0، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله أعصمك من الناس. كنا نقرأ الآية هذه في 70s، أنا كاتب الكتاب 73، أنه أي واحد ما يؤمن بأهل البيت أو ما عنده ولاية فإيمانه كله صفر، يصير دينه كله يروح. ويشوفون بعض الخطباء وبعض المشايخ اللي لا يزالون يعتقدون هالعقيدة هذه. فإذا نحن إذا نقرأ بعض الأجوبة من الأخوان الأعزاء، الأخ محمد العربي يقول الجواب: ما مصير من دخل الإسلام ولم يعرف بجميع رموز أهل المسلمين من الطائفتين ولا يعرف لهم مكانة، فقط الدعاء في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد، وآل محمد منهم أتباعه أم عشيرته، هذا في كلام طبعا، ولا يعرف لهم مكانة فقط بالدعاء، وهو لم يسمع حتى باسم أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم جميعا، فقط يؤدي الفروض لنفترض تعلمها من شيعي أو من سني، ثم مات هذا الشيعي أو السني الذي علمه قبل أن يحدثه أحدهم عن خلفاء المسلمين أو آل بيت النبوة، ومات على هذه الحالة هذا المسلم الجديد، هل هو في الجنة أم في النار؟ جوابي هو هذا أخ أبو محمد العبادي. يعني طبعا الله ما يطلب من عنده أكثر من ذلك. الأخ يزن بكر يقول: كتاب الله ليس فيه أي إشارة إلى اتباع أهل البيت، إنما يحث على اتباع الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الأخ حمزة بن أحمد يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم. وقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا الصالحات، ما بي قضية تؤمن هذا أو ذاك. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. القرآن الكريم وهو أصح الصحاح ونزل عربيا وآياته واضحة ومفهومه ومفهومة وكلنا نستطيع تدبرها، ولا تتطلب من علي أو معاوية ليفسرها لنا. ولكن عندنا الأخ علي السيلاوي يعترض على كل ذلك، يقول يجيب حديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بس الأخ لو يدرس الحديث هذا جيدا ويشوف من طلعه ومن راوي ومتى طلع هذا الحديث لما أمن بهذا الكلام، لأنه هذا طبعا مات ميتة جاهلية، يعني هذا بعد مو مسلم. زين أقرأ القرآن من أول الآخرة، في هاي الآية بالقرآن؟ هل هذه آية بالقرآن؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه، منو يعني إمام زمان؟ شو وقت الآن؟ منو أئمة زماننا؟ تؤمن مثل إمام مهدي هو إمام زمانك؟ شلون إمام هذا ما يقودك ولا يهديك ولا يرشدك ولا يفتيك ولا عندك علاقة معاه؟ فأنت من هو إمامك اليوم؟ هالحاكم اللي انتخبته، الحاكم اللي مسيطر عليك بالقوة، أم حاكم اللي في ذهنك واحد تفترضه أنت موجود؟ فإذا هالشكل ينطبق عليك هالكلام تروح تصير من أهل النار، يعني تموت ميتة جاهلية إذا ما اعترفت بالحكام الموجودين حاليا. أو إمام في التاريخ، إمام علي كان بالتاريخ مثلا. والسؤال هو الأخ أبو محمد العبادي يسأل أنه بالتاريخ ولاية علي كانت هي شرط بالدين لو مو شرط، فأنت يعني تعرف إمام علي تروح للجنة، وإذا ما عرفت إمام علي تروح بالنار؟ لا، الحديث هذا اللي أنا أعتقد مفتعل لأنه متناقض مع القرآن الكريم وحديث موضوع، وأول من رواه عبد الله بن عمر، رواه عندما ذهب لمبايعة الحجاج بالليل وقال له جايبك علي الآن، قال له مو أنا سمعت حديث ايش كل يقول،
طيب هو عبد الله بن عمر ما بايع الإمام علي بن أبي طالب، إذا هذا الحديث هو راوي وصحيح فكيف هو لا يلتزم به ولم يبايع علي بن أبي طالب ثم يروح يبايع الحجاج مثلا؟ اللطيف هنا عندنا عندنا أنا حدثتكم عن كتابي 10-1 يساوي 0، فعندنا محاضرة للسيد باكر الفالي الخطيب المعروف، وهو يتحدث عن هذه الفكرة اللي أنا كنت كاتبها قبل، وكان هو جزء من منظمة العمل سيد باكر الفالي في بداية تأسيسها على أي حال، ومسؤولة كان الشيخ صاحب الصادق، هو يتحدث عن هذا الموضوع، نسمعكم إياه شوية. والمعروف أن 10-1 يساوي 9، يقول بعض أهل الأدب 10-1 شيل 1 يصير 0، 10-1 يساوي 0، يعني فروع الدين 10، الصلاة الصوم الحج الخمس الزكاة، ولكن إذا ترفعون منها ولاية علي بن أبي طالب لا تساوي 0. يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فوالله لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام حتى صار جلده كالشن البالي، يعني كالقربة اليابس الممزق من أثر أشعة الشمس، جلد جسمه هكذا صار من أثر أشعة الشمس في المسجد الحرام، بين الركن والمقام حتى صار جلده كالشن البالي، ولم يأتي بولايتنا أهل البيت أكبه الله على منخره في نار جهنم. جميع العبادات باطلة، الشرط في قبول العبادات ولاية علي بن أبي طالب ومعرفة الإمام المعصوم بعد رسول الله. وهذه الرواية يذكرها كثير من علماء السنة، منهم الحافظ سليمان القندوسي في كتاب رابع المودة: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. كما رأيتم يعني هو يجيب حديث هذا مشهور عند الشيعة يعني، وحتى يردد بعض المشايخ الحوزة هذه الأيام، الشيخ الأيرواني أعتقد تحدثنا قبل مدة كان عنده خطاب في هذا الشأن، أنه واحد لو ما عنده ولاية يعني يقول الشيعي أفضل من السني، لأن الشيعي عنده ولاية والسني ما عنده ولاية، ولو السني جاب أعمال الدنيا كلها صام وصلى وأنفق أمواله كلها تروح أباء منثورة إذا ما عنده ولاية. طبعا أحاديث ضعيفة مختلقة هذه ومنسوبة كذبا للإمام زين العابدين ولبقية الأئمة، هذا ما يرويه الإمامية ما يمكن واحد يحتج فيه لأنه شيء مخالف للقرآن، أولا القرآن ما يتحدث عن هالشيء هذا، ولا يقول أنه يشترط في كل الأعمال والطاعات أنه توالي أحد، لا أهل البيت ولا غير أهل البيت، فهذا الكلام مو صحيح وما له أساس، وفي الحقيقة يولد عنف. يعني الإيمان بهكذا نظريات خلي شخص يعتقد هو يعني الحق والناس البقية كلهم على الباطل، وبالتالي قد تتطور الأمور لما لا تحمد عقباها. فنحن نؤكد على أنه لا، القرآن الكريم بعودتنا على القرآن الكريم وترك كل الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمختلقة نصل إلى، نحن نحترم إذا واحد تعرف على أهل البيت فبها ونعمت، استفيد من تجربة الإمام حسين، من ثقافة الإمام حسين، ثقافة الثورة والصمود وكذا، وثقافة العدل وسياسة العدل لعلي بن أبي طالب، هذا شيء جيد وشيء مهم، ولكن ليس شرطا في الدين، ليس شرطا في العمل الصالح. إذا واحد ما يعرف أهل البيت أو ما أولاهم يروح للنار مثلا وأعماله كلها باطلة، هذا كلام جدا بعيد عن الحق وبعيد عن منطق القرآن الكريم. ولذلك نأمل أن يعني نرتقي شوية بثقافتنا وبتفكيرنا، ونعرض الأحاديث ما نسمعه من أحاديث نعرضها على القرآن الكريم أولا وقبل كل شيء، قبل أن
نأخذ هكذا روايات. وأنا يعني كنت أؤمن بهذا الفكر قبل 40 سنة، عندما كتبت قبل 45 سنة في الحقيقة هذا الكتاب، 10 ناقص 1 يساوي 0. إذا شلنا واحد من الدين يعني كله يروح الدين كله. إذا شلنا الولاية، حذفنا الولاية، فلا يبقى شيء من الدين. مؤولا الآية الكريمة: يا أي رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأنه هذا مقصود فيها الولاية، وهذا أمر تعسفي حقيقة، لأن الآية ما تقول هالشيء، وجاية في سياق آخر، في سياق تبليغ أحكام ثانية، وإلا بتعسف وبتأويل وكذا وبأحاديث أخرى حتى نسوي هالنظرية ولا نقبض منها شيئا. نسوي نظرية ثم لا نقبض منها شيئا، شيء إلا توابعها السلبية ومعاداة بقية المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا للتفكير بواقعية والالتفات إلى واقعنا المأساوي اللي تتحكم فيه أنظمة ديكتاتورية، ورجال باسم الدين وبثوب الدين أيضا قد هم يقومون بالسيطرة على الناس والتلاعب بأموالهم وفرض نوع من الديكتاتورية. وأنا أخشى أن تعود الديكتاتورية إلينا ونحن يعني نتشبث بهذه الأفكار القديمة ونتجادل حولها ولا ننتبه إلى تطوير واقعنا إلى شكل أفضل في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.